نادي المهارات الأولى هي جمعية ثقافية علمية أسست قبل أكثر من 10 سنين، تخدم على تعليم النشأة والشباب مهارات القيادة والتواصل باللغة الإنجليزية عبر التكنولوجيات الحديثة. يقولوا تكنولوجيات حديثة ما نحكيوش كانشي على الروبوتيك أنواع، ولكن زادا نحكيو على الإلكترونيك والبرمجة، حوسبة الكمية والتصميم ثلاثي الأبعاد والمونتاج والفن الرقمي. والأقسام زادت تتعدد ولدومين تتنوع وتتفرع. أكثر من 10 سنين من التألق والإنجازات والنجاحات، نظمنا فيهم العديد من التظاهرات، نذكر منهم مسابقة روبو دي متاع روبوتيك، مسابقة كرياتوب متاع تصميم ثلاثي الأبعاد أي 3D، وتظاهرة تينز إن إي آي، غير من التظاهرات العلمية وين المتشاركين يخدموا دي بروجي اللي يعرضوه من بعد قدام لجنة التحكيم، وهكذا يتعلموا يحكيوا قدام جمهور ويتعلموا زادة مهارات العرض والتقديم ويقوا أكثر في الواحد. ومنسيوا جديد المخيمات العلمية السنوية كما دلتا بوت سنة 2019 ومخيم زغوان سنة 2022 بالتعاون مع جمعية شباب الأبحاث والتكنولوجيا بزغوان، كما شاركت كذلك الفيرست سكيز في مسابقات عالمية، نذكر منها مسابقة الروبوتيك فليكس روبوتكس ومسابقة فيرست جلوبال تشالنج اللي تميزت فيهم ورفعت راية تونس وأحصلت على عشرات الجوائز والميداليات. جمعيتنا ماشية وتكبر، ونفس الشيء بالنسبة لطموحاتنا وأهدافنا. إن شاء الله عام سعيد للفيرست سكيز، وكل عام مفرد جمعيتنا متألقين ومشرفين تونس.